عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم اخواني؟ معكم اخوكم من قناة سبورت ابس، قناة مهتمة بالشروحات والتطبيقات. حبيت ان اشرح لكم في هذا الفيديو كيف تقوم بتفعيل السوق البلاي الامريكي باسهل الطرق خلال وقت قصير. الان سوف هذا هو السوق البلاي الخاص بي، هذا هو السوق البلاي العربي يعني الموجود عندنا. نحتاج فقط الى برنامج واحد، اسم البرنامج هو هولي، هذا هو البرنامج. عليكم فقط أن تقوموا بتثبيت هذا البرنامج. بعد أن نثبت هذا البرنامج، كل ما علينا فعله هو التوجه إلى الضبط والتوجه إلى مدير التطبيقات عفوا مدير التطبيقات. نذهب إلى السوق بلاي، هذا هو السوق بلاي الخاص بنا، وندخل على التخزين، ندخل على مسح البيانات. بعد أن تم مسح البيانات، نتجه إلى البرنامج الخاص بنا، هذا هو البرنامج. نقوم بفتح البرنامج، انظر هنا وسوق بلاي ثاني اختيار عليها يعني علم أمريكي، نقوم نضغط عليه بفتح، نضغط على فتح، انتظر قليلا، نضغط على قبول. كما تلاحظون الآن هذا هو السوق بلاي الأمريكي، لاحظوا حتى كيف أن الألعاب قد اختلفت. هذا الآن هو السوق بلاي الأمريكي، يمكنك تنزيل البرامج والألعاب الموجودة على سوق بلاي الأمريكي. وإذا أردت أن تعود إلى السوق بلاي العربي، كل ما عليك فعله هو الخروج من البرنامج تضغط على البرنامج، تضغط على قطع الاتصال، سوف يعود إلى السوق بلاي عفوا سوف يعود إلى السوق بلاي العربي. إلى هنا يكون قد انتهى الشرح الخاص بهذا الدرس، أتمنى أكون قد أفدتكم ولو قليلا. لا تنسى عمل لايك واشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد، وشكرا.